سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم لقيتوني خارجه، المهم شنو لبست؟ لبست كلشي نوار، كلشي. المهم هذا السروال هذا وليت كنرتاح فيه هاد الايام، لبستو مع هاد سبادغي هكا عاليه بحر كيجيني هو هذاك، خص ضروري تكون شي حاجه عاليه. واختاريت معاه هكا سبادغي باش نكون مرتاحه، محيط طالون ولا شي حاجه ما غاديش نكون مرتاحه نهائيا. هذا مكان مهم بس هذا، شوفوا كيف جاتكم البيزا اليوم. المهم انا صراحه حبيت خفيفه ظريفه. المهم غادي نخرج، غادي نمشي نقاد شويه راسي، نصوب الضفراني. شوفوا الضفراني كي دايرين دابا، انا من النوع اللي الضفران ديالي ملي كيكبروا كيتكردوا غاب وحدهم. المهم ما عنديش الضفران كاع، غادي نمشي نقادهم شويه وترجليا ولا حالتهم ندير شي بيديكو بحال هكا. المهم شويه نقاد الحاله ونخرج انا وصاحبتي. المهم اليوم يكون نهار زوين ان شاء الله. المهم انا غادي نجلس شويه ونمشيو شي بلاصه، وغادي نعاود لكم بزاف ديال الحوايج اللي داز عليا هاد اليومين، اللي صراحه ما شاركتش معكم حتى شي حاجه. ومازال غادي نخدم ان شاء الله، ما ساليتش هنايا، مازال غادي نخدم بزاف بزاف. هذا ما كان، يلاه البنات خليكم معايا في هذا الفيديو هذا، ما تمشيو فين. شكرا التعليق ديالكم زوينه، الله يخطيكم علينا. وصافي غادي نمشي اول حاجه للصالون. المهم راه تغدينا بعدا هنا في الدار، يعني ما غاديش نتغدى على برا ولا شي حاجه. دارت لنا لبنه لازاني كنحوق ليها، ما عرفتش علاش كتعجبني، وديال لبنه بالضبط كتقنها بزاف حيت هي كتبغيها. ومني كيكون شي واحد كيبغي شي حاجه كيتقنها حتى في الطياب كيعطيها حقها. المهم عجبتنا بزاف وتغدينا بها، ودابا غادي نخرجوا وانتيكم معايا. اي حاجه درتها غادي نبارطاجيها معكم. انا نزلت دابا من الطاكسي وقلت تقريبا وصلت للصالون. صافي فور ستايل، فور ستايل، انا نكون يسرى ستايل ان شاء الله يا ربي. المهم كلش عند الله قريب، والله الا كلش عند الله قريب ان شاء الله يا ربي. يلا انا وصلت. ايوا شوفوا دابا اختارينا هاد لاكولوغ هادي لا ريفيرونس 33. المهم هادي غير كوش وحدة، بعد داك واش غادي تجي زوين. سلام 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 مرحبا بك فاس، مرحبا بيا، جبت الأصلي يا أختي الأصلي. في حسيمة. إيوا المهم أنا كنصوم. داكشي اللي كاين. صحتك أزي مرحبا بك، شوفي أختي دارت ليا وجيت صوبت لك هنا. مرحبا بك، لا ديجا ديجا. مرحبا بك. دابا حنا جينا المايوك. غادي نشوفوا شي حاجه هنا في المنيو، وهي ماشي هي سوب، انا ماشي هي لي سوشي. صافي سوب. وي المهم البنات ها هي لا سوب اللي خدات ابتسام، فريمون بنينه، عرفتوا ما يمكنش واحد الريحه طالعه منها
زوينه غادي سوب فخوي دو مير بصحه وراحه ابتسام. البنات ما تنساوش انكم تدخلوا عند ابتسام فاشن فلوغ، غادي نخلي لكم لاباج ديالها ديال يوتيوب، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف ولا في اول تعليق. المهم دخلوا عند ابتسام فاشن فلوغ، راه حتى هي بدات واحد الكونسيبت زوين. شكرا، بدات واحد المحتوى زوين، كدير معكم لي فلوغ كلشي. المهم ما تنساوش تدخلوا عندها. انا هنايا خديت لي سوشي، خديت غير 12 بياس، ما خديتش بزاف صراحه هاد المره، صافي خدينا داكشي خفيف ظريف كيش بس كيش بي جنجون. حتى هذا اللي خدت قصب السكر صحة وراحة. أحسن حاجة عندي هي السوشي، كرموت عليك كرموت عليك ما كتاخدي كل شيء. خلي لي وحدة بزاف بزاف بزاف. وين بنات انا عاوتاني خديت لاسوب فريمون زوينه بزاف لذيذه، كليتها مع ابتسام شويه وصافي خديتها انا ليا وحيده. شوفوا شحال كتحمق ما شاء الله، مقومه مزيان. صباح النور. المهم كيما يتخبى هادي انا يلاه فقت شعري مشعكك. شوف شوف هذا هو الشعر اللي كان البارح. غادي نفطرو اولا، ما كاينش ما احسن من البيض. قلت لهم والله حتى نديرو الخبز هي اللي كانت هزه. انا كنت هزه كيحمقني البيض بالكامون بحال هكا ما كيستناش. بنات جبنه هاد البيض هكا مخلط كيحمق. زوين حنا كنا كنديروه كنخليو الصفر عوينات الصفر بوحدو والاخر بوحدو. حادقه قد لي جيتي عندها في اللي قلتي لها يلاه بلاتي معايا. انا اللي كنحمل العفاس لازم تلقاي هنا عس معايا في البيت وبيت موالي وتنعس معايا بيتك معايا بيتي ما عجبك. لا باش تونسني فهمتي نعس انت تا تخدم لي يوم ونسى. دابا سالينا الفطور صراحة ما بلان ما والو، منين كنفيق في الصباح كنصبح ندق دقام دق دقام دق دقام دق دقام بزاف ما عرفتش علاش. انا كنظن هادشي من الناموسيه تنصبح مفصله وهادشي طلع ليا في الراس ديما كل صباح. تخيلي وخصني شي ساعه ونبقى جالسه ولا عاد نقدر نتوقف شويه. المهم دابا خصني نوض صراحه حيت النهار عندي بزاف من الدار، ومن بينهم غادي تجي عندي الصحفيه ديالنا نصورو هنايا واحد الانترفيو، ومن بعدها نمشي عاوتاني نقضي بزاف ديال الحوايج. المهم انا ملي كنبقى جالسه وكنفكر في داكشي اللي خصني ندير ومازال ما درتوش كتشدني الصدمه والسخفه، حيت كنشوف راسي خصني بزاف ديال الحوايج نديرهم وكنشوف بزاف ديال الحوايج مازال ما درتهمش. المهم خصني نوض نقضي غراضي دغيا، البارح قضيت شويه واليوم خصني بزاف عاوتاني نكمل. يا ربي تعاوني. قالت لي صاحبتي شوف انا جاي عندك ولكن ما تبين ليش راه شعري مزيت. قلت لها واخا ما نبينكش. دابا انا خصني نصوب هاد الروينه وهاد الروينه بحال الروينات عندي. المهم هذا واحد طابلو رسمته مؤخرا، اكفس طابلو رسمته في حياتي كامله. كنت في الاول درت فيه واحد الحاجه، درت فيه واحد البنت كتعزف على الجيتار وداكشي ولكن ما عجبنيش، وليت صبغته بالكحل وليت درت فيه هذا الشيء وما عجبنيش وجا خايب اون جينيرال. I have a bunch of problems and I am sick. دابا دقت علينا هويا مبينة هويا. شكون؟ صحتي شحال تسالي تعجيري تسالي ليا شكون شي عندكم سميتو يسرى؟ مرحبا بك، أول مرة تجيك. دابا بقيت كنقول لها صاحبي ليا أنت كيفاش جيتي عندها؟ أول مرة. البنات شوفوا انا دابا راني وجدت، شوفوا كيفاش جيت عجبني. انا ماكياج اول مره غنصوب نيفي ما عرفتش كيفاش جا. المهم انا راك حس براسي غلاضي هاد الايام اخوتي وغادي ندخل لاصال وغادي نتريبي بزيت ديالها شقيقه لي ما تبينينيش كون خاطر بينيني ما عرفتش ما كنت ندير لها. المهم يا ربي كم كان حلم.
اول مره نصور معك حوار انا حمار صاحبتي يعني انت حماره وانت كبيره عليا. شوفوا انا كنحاول نقاد الاضاءه باش تبان داكشي كيوت. هضوا وهضوا صافي مليح الضوء كاملين وهكاك ما عجبهاش. السلام عليكم، معكم يسرا ستي، مرحبا بكم على قناه فيس بريس. اول حاجه يسرا حدثينا على راسك، شكون هي يسرا؟ شنو كدير في حياتها؟ شوفي سمعي. السلام عليكم، انا يسرا ستي، مرحبا بكم على قناه فيس بريس. مدينه فاس، لاج ديالي 18 عام، و عندي قناه على يوتيوب يسرا ستايل. من غير اليوتيوب يسرا، شنو هي الحاجه اللي خلات او الدافع اللي خلاك انك تولجي العالم اليوتيوب؟ ما قررتش وما كانش قراري، وما صراحه ما فكرتش فيها حتى لقيت راسي. كتعرفي داكشي حتى كتلقاي راسك في اليوتيوب. كيفاش جاك هذا الدومين ديال اليوتيوب؟ شنو السلبيات وايجابيات؟ هو صراحه زوين، زوين بزاف الدومين ديال اليوتيوب، يعني كيوتيوب زوين، كنا مزيانين، بديل مزيان، كلشي هو هذاك. ولكن الناس اللي في يوتيوب هما اللي ما تيخليوكش تكون ترونكيل، فهمتي؟ اما كون على يوتيوب ما درنا والو، ولكن الناس ما عرفتش كيفاش غادي تخدم بهذا اليوتيوب، فهمتي؟ صراحه لاحظنا على ان مؤخرا في يوتيوب ديالك يعني ولا حتى الستيل ديال لي فيديو ديالك بحال شويه على المشاكل اللي ولات يسرا وحده اخرى حضرها. صراحه انا من الطبع ديالي ما عنديش مع المشاكل والسلبيات، كيعجبني ديما نكون ايجابيه في الحياة ديالي، كيعجبني نكون نعيش الحياة الإيجابية، والمشاكل تتفرضوا عليا وضروري ملي كيهضروا فيك وضروري خصك تجاوبي شوية. داكشي علاش كنحاول أنني نجاوب على راسي ونبين الحقيقة ونبين اللي واقع، وبعد ما كنتجاهل المهم كل مرة وشنو، ولكن ماكسيموم كنحاول ندير ما في جهدي أنني نعطي الناس شحال اللي تكون إيجابية، حيت كل واحد ومشاكله، كل واحد عنده اللي يكفيه، ما نزيدوهمش حتى حنا مشاكلنا. وهاد القصة ديالنا وداكشي اللي متبعينو الناس للعبرة وليس للفرجة، لأن هادشي اللي وقع لينا حنا بزاف العائلات كنظن أنهم غيكونو استفادو من هادشي اللي وقع لينا حنايا، حيت ماشي شي حاجة اللي سهلة. يوسف، شنو هي الأهداف ديالك والطموحات ديالك المستقبلية؟ صراحة عندي بزاف ديال الأهداف واللي كنبارطاجيو مع الناس ديالي. الناس عارفين بلي أنه باغا ندير واحد البروجي، باغا بزاف ديال الحوايج صراحة. دابا هذه الصحفيه اللي كانت قبيله بعقلها يسرا، قولي لينا هانتي يسرا، قولي لينا كيفاش عرفتي انت كدوزي الصوت ديالي فاش كتقدمي؟ الله يخلف على لالا لبنى ولالا صباح. لالا صباح تيديا وزنوبة كنرغبها، كنقول لها عندك زنوبة شعرها راه مزيد، درت زيت الكوك وجيت كنغب فيها، جيت عارفه كتقولي كتصوري، قلت لها غير شعري ما تشدي. صافي فوق المنتبه صافي دابا هي بعد دخلة معنا. نار هذا باستيشيو، نار اللي كيعجبكش. انا ما درتلكش الحساب انت حيت قلتي ما كيعجبنيش. ما كيعجبنيش ما عنديش معاها انا. انا ما كنتش مقتنعه انتيا الضيفه ديالي، خليك تما خليك تما. شوفوا ملي جي عندكم شي ضيف عاملوا هكا مني عليك، انتقمت منها اصلا كتنتقم مني. مرحبا بك، واخا انت ديري لي شي خسائر. انا شنو هما سمعتوا كتسخري بعدا؟ كيش كدو تلاقاو بيات كلكم يسرا كتشخر. راه خوتي راه كتشخر ما يمكنش. هادو خرجت من البيت هربت وخليت لها البيت بوحدها غير باش باش نعس. والله انا خليت لها البيت حتى كتسخط باش انا باش نعس وصافي. فاش نعستي انت فيقتينا في نص الليل؟ واش تنعس؟ واش تنعس؟ فاش فيقتينا؟ هكا دابا وجعنا زعما. زعما انت الموضوع مرحبا قبل علينا. الله يخطيك صباح جيبي هاد المعلقه ها وجبك الكوزين ديال الزين. انا لبست عاوتاني، شوفوا شنو لبست وغادي نخرج كيطما. انا واحد المفاجاه هاجر هاي البد انا جيت عاوتاني طويله العطله دابا. المهم جات عندنا بسمه
بون ما حنا خارجين غادي تمشي معايا السونتر امريكان. انا غادي نمشي ليه، هي تمشي معايا.